نشرة الأخبار من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. فرحة الأعياد امتزجت بحزن ذكرى استشهاد الدكتور محمد شطح، الذي قال الرئيس سعد الحريري عنه إنه لو كان حيا لكان في مقدمة الصفوف في اللحظة الحاسمة. وتبدو هذه اللحظة فترة انتقالية بين سنة راحلة بكل أحداثها الخطرة وبين عام مقبل يؤمل أن يحمل مرحلة جديدة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي آراء للناس عبر كاميرات تلفزيون لبنان، نقمة على الأوضاع وعلى السياسيين، ودعوة جامعة للعمل من أجل الوطن والمواطن. وسنكون مع هذه الآراء في سياق النشرة التي نشير فيها إلى تشاور بين الرئيسين بر وسلام في الخطوات الآيلة إلى تفريج الأوضاع وانتخاب رئيس للجمهورية. وفي ذكرى استشهاد الدكتور شطح، أطلق اسمه على موقع الجريمة قرب ستاركو في وسط بيروت، وألقيت كلمات حول الشهادة والتزام الثوابت اللبنانية. وسنعود إلى أحياء هذه الذكرى بعد الإشارة إلى مأساة أم وأولادها الثلاثة فقدوا منذ 12 يوما في الشمال. والآن مع المواقف التي أطلقت في أحياء ذكرى الشهيد محمد شطح، وبينها مواقف للرئيس سنيورة. رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أكد في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الوزير محمد شطح أن الحوار مع حزب الله من أجل أن تكون الدولة صاحبة السلطة الوحيدة، مشيرا إلى أنه قد يقول البعض أن الحوار لن يصل لنتائج عملية بسبب التجارب السابقة، لكن الأمر لا يعني الامتناع عن المحاولة. ماذا نتوقع من الحوار الذي نخوضه اليوم مع حزب الله؟ وبالرغم من تجارب الحوار السابقة التي لم تكن مشجعة، الجواب هو أن اللبنانيين بحاجة إلى تحقيق اختراق على صعيد التوصل إلى انتخاب رئيس توافقي قوي بما يجب أن يتمتع به من صفات قيادية ورؤية ثاقبة وانفتاح وحكمة وتبصر، وأن يكون قادرا على أن يمثل رمز وحدة البلاد. الوزير بطرس حرب الذي ألقى كلمة 14 أدار أوضح أننا في دولة موقع الرئاسة فيها شاغر وعجزت عن إجراء الانتخابات النيابية، وتحولت مدنها وقراها إلى قنبلة موقوتة بسبب النزوح السوري. من حقنا أن نسأل، هل يجوز أن يبقى لبنان في عين العاصفة معرضا للانهيار لأن زعيما أو فريقا سياسيا قدم مصلحته الخاصة على المصلحة الوطنية العليا؟ أيها الأصدقاء، أليس من حقنا أن نسأل كلبنانيين كيف يمكن السكوت عما يجري بحيث يبقى لبنان في عين العاصفة مهددا بالانهيار؟ وهل يجوز أن يعطل تسابقنا الأعمى على السلطة قدرتنا على انتخاب رئيس لدولتنا، وننتظر من الآخرين اختيار رئيس لنا في وقت نتباهى بشعارات السيادة والاستقلال؟ كلمة العائلة ألقاها شقيق الشهيد حسن شطح، أشار فيها إلى أن محمد اغتيل بسبب أفكاره ومبادئه المعتدلة. الذكرى الأولى لاغتيال الوزير محمد شطح تخللها إعلان رئيس بلدية بيروت بلال حمد إطلاق اسم الشهيد شطح على المكان الذي حصل فيه التفجير. في ذكرى استشهاد الوزير محمد شطح، اعتبر الرئيس سعد الحريري أن الذين اتخذوا قرارا بتصفية الشهيد شطح يدركون اليوم أنهم أصابوا هدفا لا يعوض، لافتا إلى أن شطب اسم محمد شطح من الدائرة السياسية لقيادة تيار المستقبل هو ضربة موجعة أصابته شخصيا وتسببت بفراغ كبير في المجال الحيوي لعمل التيار الوطني والسياسي. وأكد الحريري أن اسم محمد شطح يساوي الاعتدال ودوره يتقاطع مع الحوار. الرئيس سلام زار الرئيس بري والمطران عودي وأمل بمزيد من الحوار مطلع العام وبنتائج طيبة. مع بدء العد العكسي لاستقبال عام جديد، آمال بمزيد من الحوار وبنتائج طيبة له، أعرب عنها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة أتوفق سلام في إطار التواصل حول القضايا العامة التي تهتم بالبلد والناس، وتؤكد الحرص على تدعيم أجواء الحوار بما يؤمن الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار والهدوء.
سلام الذي اطلع من بري على الجهود التي يبذلها لإحياء الحوار دعا كل القوى السياسية للاستفادة من أجواء التهدئة. هناك ملفات تأخذ وقت وملفات كبيرة يجب أن نمضي فيها، وأنا حذرت من أنه إذا استمر الوضع العام في البلاد في ظل شغور الرئاسة الأولى فإننا في معاناة، وهذه المعاناة لا تساعد كثيرا على العبور بهذه المرحلة الصعبة. من هنا أنا دعوتي اليوم لكل القوى السياسية بأن تلتئم وتستفيد من أجواء الحوار والتهدئة لنتمكن جميعا من العبور بهذه الملفات. هذا ملف دقيق وحساس جدا لأنه يتعلق بأرواح عسكريين الأبطال، وبالتالي أنا أخذت على نفسي أن أتكتم قدر ما هو مطلوب لنعبر بهذا الملف، كما هي الحال عند كل الدول وكل الشعوب التي تواجه ملفات من هذه الطبيعة، يتم حلها بالتكتم وبالسرية الكاملة لإعطائها فرص النجاح. أما نحن إذا ما زلنا غارقين أو البعض منا غارق في هذا الفولكلور السياسي والإعلامي الذي يتابع هذا الملف، فأقول بكل صراحة هذا لن يجدي أحد نفعا. وكان الرئيس سلام قد زار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة لتهنئته لمناسبة الأعياد، حيث أكد أن واجب كل الناس لا سيما المسؤولين السعي وراء كل ما يجمع ويوحد الكلمة. الرئيس نبيه بري استقبل رئيسة مؤسسة باسل فليحان السيدة يسمى فليحان التي أطلعته على أعمال ونشاط المؤسسة، كما استقبل البروفيسور فيليب سالم. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رأى أن الوطن الذي حلم به الشهيد محمد شطح لا يشبه بشيء ما نشده اليوم. إن هذه الذكرى الأليمة يزيد من آلامها أكثر وأكثر، واقع الشلل والتعطيل والفساد والوضع الاقتصادي المذري والفراغ الذي ينهش لبنان الدولة والشعب يوما بعد يوم. فالوطن الذي حلم به محمد شطح لا يشبه بشيء ما نشهده اليوم، ولكن مع ذلك فإننا لن نيأس، لن نرتاح، لن نستكين حتى تحقيق كل الأهداف التي سقطت يا محمد وكل شهداء ثورة الأرز من أجلها. على عتبة العام الجديد، ماذا يتمنى المواطن اللبناني وماذا يطلب من سياسيه؟ التفاصيل مع الزميل سركيس دويهيف. الصعود إلى سطح القمر أو السفر إلى بلد غريب أو حتى الفوز بجائزة مالية ضخمة لم تكن من أمنيات اللبنانيين للعام 2015، فالهواجس السياسية والأمنية والهموم المعيشية لم تترك للبنانيين خيارا سوى أن يتمنوا حياة أفضل ورئيسا للجمهورية ومستقبلا آمنا لأولادهم. اللبنانيون فلت لسانهم ما إن طلبنا منهم أن يتوجهوا بأمنية للسياسيين على أمل أن تتحقق في العام الجديد. بتمنى منهم هالسياسيين يكونوا فعلا سياسيين، يعني يكونوا رجال دولة رجال وطن. كل الطعم فاسد بده محاكمات، يشتغلوا بضمير بس أكثر ماك. لا بطلب أنه يرحموا هالبلد، ينتخبولنا رئيس يحلوا عن ظهرنا لأنه هن الخاربين البلد، ويشتغلوا على المحبوسين الجنود يعني يحرروه، أنه الله يهديهم ويعرفوا شو بده الشعب اللبناني من هلأ ورايح على المزبوط. الغذاء يعني يكون مزبوط كرمال الصحة، كرمال المرض بالمستشفيات، كرمال الجيل الصاعد، ويفكروا كمان أنه في لبنانية برا بيحبوا يرجعوا على لبنان ويشوفوا لبنان مزدهر، ما يمددوا بقى ويستعيلوا على بكير، عن جد يفكوا عن سماء الله تبعنا لا أكثر ولا أقل. دجرونا
على كل حال ما بدي جاوبك، لانه اذا بدي جاوب ما حط لي اياه على التلفزيون. نو كومنت. اول شيء بدنا رئيس ويوعوا شوي على مصالح البلد، بس اهم شيء يتفقوا مع بعض لانه هلكونا، بدنا نعيش. تركونا بحالنا، بدنا نعيش نحن بلكن بنرتاح. ينتحروا بليز كلهم. معظمهم يتوجهون الى السياسيين بتمنيات، بعضهم يتفائل بالسياسيين لتحقيق الأمنيات، بعضهم يحضوه الرجاء بالذين انتخبهم، بعضهم بناء عليهم وهو من انتخبهم. السؤال، متى نرى النتائج على قدر المرتجى والأمنيات؟ سامر حنا، سركيس دويهي، تلفزيون لبنان. فاصل إعلاني ونتابع النشرة. نواصل النشرة من تلفزيون لبنان. أمنيا في البقاع، دهم الجيش اللبناني بلدة حوش بردة وأوقف المدعو عين ميم وهو متهم بإطلاق النار على الجيش اللبناني، ونقل إلى أحد المراكز العسكرية في البقاع للتحقيق معه. عائلة المفقودة منى أحمد شهاب وأولادها الثلاثة تناشد المعنيين التحرك للكشف عن مصيرهم بعد مرور 12 يوما على اختفائهم. يا ماما وين رحتي يا دنا؟ يا وين رحتي يا يما؟ دخيل جريك يا يما، يا يما دخيلك يا ماما، يا ماما دخيل جريك، حرقتي لي قلبي يا يما. وين رحتي يا يما؟ انت دبيتي حالك انت ولاداتك يا دنا. يا اجواء ترقب وقلق تعيشها اسرة شهاب في بلانة الحيصة في سهل عكار بانتظار الكشف عن مصير ابنتهم واولادها الثلاثة الذين كانوا قد فقدوا في منطقة الزاهري في طرابلس منذ 12 يوما. عائلة المخطوفين التي ادعت لدى مخفر العريضة عن اختفاء الأم منى أحمد شهاب وابنتيها نادين ورينا إضافة إلى ابنها هادي عبد الواحد، ناشدت القوى الأمنية التحرك العاجل لمعرفة مكان ابنتهم وإعادتها وأطفالها الذين اختفوا منذ مغادرتهم المدرسة. قعدت لتجيب أولادها من المدرسة وما رجعت من 13 يوم. وكل شيء دورنا عليها وكل شيء ما عم بنلاقيها. وين اختفت هالبنت؟ ما بعرف وين فقدتوا. وانتم فقدناها انه راحت تجيب ولادها من المدرسه، اخواتها راحوا لعندها ما لقوها بالبيت، قالوا الجيري ما عم تلفي على البيت. يا اما ما عبنا من الليل وانا مقهوره عليك يا ماما، يا ضنايا يا ماما، لا دوله ولا شيء. وفيما يتخوف أهالي بلانة الحيصة من أن تكون العائلة قد أصيبت بمكروه ما، لأن هاتف الأم لا يعمل منذ غيابها، كما أنه لم يتم العثور على أحد منهم في المستشفيات، ناشدوا جميع المعنيين التحرك لكشف مصير هذه العائلة. الخبير الاقتصادي إيليا شوعي لفت في حديث لتلفزيون لبنان أن سعر برميل النفط سيرتفع إلى سعره الطبيعي في حزيران 2015. خسارة المملكة العربية السعودية بانخفاض أسعار النفط لوصول سعر البرميل إلى ما يقارب 60 دولار تقريبا تقدر ب 400 مليون دولار يوميا، لكن هذا السعر بحسب الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوعي لن يدوم، فمن المقدر أن يعود سعر البرميل إلى 90-100 دولار وهو السعر الاقتصادي الطبيعي قبل حزيران 2015. سعر البترول الأساسي اللي كان برميله 100 دولار هو السعر الاقتصادي لأنه يتضمن سعر الندرة. هلأ نية إذا بدنا نحكي بالسياسي، ربما هذا في احتمال أنه يكون سعر سياسي، لأنه عادة المملكة العربية السعودية كانت تكون تمثل أو تلعب دور الناظم لاستقرار أسعار النفط في العالم. يعني لما كان السعر يرتفع كثير كانت المملكة تزيد إنتاجها اليومي من النفط الخام من أجل فعلا قال أن تمنع مثلا ارتفاعه بشكل مثير، والعكس صحيح. هلأ دول الأوبك أخذت قرار بعدم خفض النفط. سبب انخفاض سعر النفط ممكن أن يكون انخفاض سياسي أو تنافسي أو صدفوي، لكن إذا ما حصل مضاربات فسيرتفع السعر قبل حزيران المقبل. في عندنا سبب ثالث، في رأي ثالث كمان بيقول إنه والله الدول أوبك خليها بدها أنه السعر ينزل كمان لتعطيل إنتاج البدائل. من أهم البدائل النفط الصخري اللي الولايات المتحدة بدأت يعني تنجو
بكميات كبيرة. ولفت يشوعي إلى أن دول الأوبك ليس لديها أكثرية إنتاج النفط للتحكم بالأسعار، لكن واجهوا مشكلة، مشكلة الدول التي هي غير عضو في الأوبك، منظمة الأوبك. هالدول هاي بدها مال بأي سعر للبترول، ما قدروا تفاهموا مع بعضهم كلهم سوا، لا، وخافت الدول الأوبك إن هي تخفض إنتاجها هوديك يزيدوا إنتاجهم لأنه هن بدوا المال، وبالتالي توقع الخسارة الكبرى على أعضاء دول الأعضاء في منظمة الأوبك. غصت بكركي بالمهنئين بعيد الميلاد المجيد، حيث استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي فعاليات اجتماعية وحشود من المؤمنين. وأخبار محلية متفرقة في هذه الصفحة. زار وفد اللجنة الأمنية الفلسطينية الرئيس فؤاد السنيورة، وتم البحث في الأوضاع الأمنية داخل المخيمات، وتم التأكيد أن الأمن ممسوك داخل المخيمات الفلسطينية. زارت النائبة بهية الحريري النائب ميشيل موسى لمناسبة الأعياد، وكان اللقاء مناسبة للبحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الداخلية إلى جانب الوضع في مدينة صيدا. أكد النائب طلال إرسلان أن أي قرار سيتخذه أهالي وبلديات المنطقة بالنسبة لمطمر النعمة سنلتزم به فورا ونؤيده وننشط به، لأنه لا يجوز أن يستمر موضوع مطمر النعمة بهذا الوضع البيئي المسيء صحيا على الجميع. وكشف إرسلان عن اقتطاعات للدولة من مخصصات البلديات من قطاع الخليوي لإعطاء سكلين. كلام إرسلان جاء أمام وفود شعبية من مختلف المناطق. توجه نقيب المالكين إلى المستأجرين خلال مؤتمر المالكين بالقول: تهددوني بالرصاص وأحملكم مسؤولية سلامتي الشخصية وأضع تهديداتكم بعهدة القضاء، مشيرا إلى أن المالكين قبلوا الحوار مع لجنة الدفاع عن المستأجرين نزولا عند رغبة الرئيس نبيه بري، وطالب القضاء بالحكم بالعدل وفق قانون الإيجارات. ما هو دور المصارف العربية في تمويل الاقتصاد ومكافحة الإرهاب؟ التفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع الزميلة ندى الحوت. كيف كان أداء القطاع المصرفي العربي في ظل الأحداث الجارية في العام 2014؟ رأي لأمين عام اتحاد المصارف أستاذ وسام فتوح، كيف كانت هذه السنة في الدول العربية؟ بالرغم من كل الأحداث اللي حاصلة في العالم العربي من بداية الأحداث يعني من حوالي 4 سنين، ما زال قطاع المصرف العربي بسجل نسب نمو جيدة، حيث بلغت إجمالي الموجودات في عام 2014 حوالي 3 تريليون دولار، أكثر شوي كمان 3.1 تريليون دولار، يعني 3100 مليار دولار. طبعا هذه الأرقام لغاية الفصل الثالث من العام، وأيضا بلغت إجمالي الودائع في القطاع المصرف العربي حوالي 2 تريليون دولار، وهذه نسب جيدة جدا. ما هو دور المصارف العربية اليوم في تمويل الاقتصاد العربي؟ سؤال جيد. القطاع المصرف العربي اليوم عمل حجم ائتمان خلال عام 2014 1.7 تريليون دولار، وإذا أنا ذكرت نسبة الودائع حوالي 2 تريليون دولار أو حجم الودائع 2 تريليون دولار، يعني نسبة كبيرة من الودائع تم تمويلها. 1.7 تريليون دولار بيمثلوا 60% من إجمالي الناتج المحلي العربي، فإذا اليوم قطاع المصرف العربي عنده دور كبير بتمويل الاقتصاد، أكثر من 60% من حجم الناتج المحلي أتى من هذا القطاع المصرف العربي. لبنان متحفظ شوي بالتمويل. لبنان طبعا سجل أرقام عالية جدا في الودائع حوالي 145 مليار دولار خلال عام 2014، ولكن التمويل حوالي 80 مليار، يعني لا يتعدى نسبة تقريبا 40% من إجمالي الودائع. السؤال هو ليس فقط بموضوع النسب، السؤال ما هو طبيعة هذا التمويل. موضوع تمويل المشروعات الصغرى المتوسطة أو ما يسمى بالأسامية باللغة الإنجليزية هو من أهم الوسائل للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. هل من استراتيجية للمصارف لمكافحة تمويل الإرهاب عبر المصارف العربية؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا فعلا. أول شيء خلينا نأخذ السؤال لشقين. في الشق الأول الشق التقني، أكيد المصارف العربية بتتبع كل القوانين والتشريعات الدولية اللي بتمنع تمويل أي إرهاب وتمنع طبعا مكافحة الإرهاب وتعمل على مكافحة الإرهاب.
وتمنع غسل الأموال. هيدي من الشق التقني المهني. الموضوع الثاني اللي كنا عم نحكي فيه من شوي، إذا كان الموضوع الإرهاب، أنا بدي أربطه شوي بالبطالة. اليوم في إحصائيات تقول أنه أكثر من 20 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي، وهذا 20 مليون من فئة الشباب العربي، يعني عم نحكي من أعمار 20 و 30 سنة. اليوم المصارف عندها دور، أول شيء تقني كما ذكرت، تتبع كل القوانين والتشريعات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وتاني شيء عندها دور اجتماعي في تمويل مشروعات تصب بخلق فرص عمل وتصب بمحاربة البطالة، منع عدم الانخراط لهذا الشباب العربي في منظمات متطرفة أو ما يسمى منظمات إرهابية. الأخبار العربية والإقليمية بعد الفاصل. أعلنت الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للمشاركة في اللقاء التمهيدي التشاوري في موسكو، وقال مصدر في الخارجية لوكالة سانا إنه في ضوء المشاورات الجارية بين سوريا وروسيا حول عقد لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو يهدف إلى التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم من دون أي تدخل خارجي، تؤكد دمشق استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء انطلاقا من حرصها على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج للأزمة. وفي العراق، مقتل 50 وإصابة 70 في صفوف داعش خلال الاشتباكات العنيفة بين قوات البشمركة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. لم تهدأ الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات البشمركة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في ساعات متأخرة من الجمعة في مناطق مختلفة من شمال العراق، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 50 قتيلا وإصابة 70 آخرين في صفوف داعش. وأفاد مصدر عسكري من محور سنجار أن قوات البشمركة تقصف بكثافة معاقل مسلحي تنظيم داعش بكافة أنواع المدافع الثقيلة بالتزامن مع الغارات المكثفة لطيران التحالف الدولي. وأوضح المصدر أن البشمركة أحبطت هجمات منفردة لمسلحي التنظيم بسيارات مفخخة. وفي محافظة نينوى وتحديدا المحور المسمى كويرش، أن 100 عنصر من مسلحي تنظيم داعش هجوما على مواقع البشمركة مستخدمين القوارب لعبور نهر خازر الفاصل بين قوات الطرفين. وكان التحالف الدولي قد أعلن في بيان في وقت سابق أنه دمر منظومة صواريخ تابعة للتنظيم في غارات جوية استهدفت مواقعه في محافظة الأنبار العراقية. في سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 14 شخصا جراء استمرار القصف والاشتباكات في درعا جنوب سوريا. وفي دمشق ومحيطها، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة تجددت بين مسلحي جبهة النصرة والقوات السورية في حي جوبر المتاخم للعاصمة. وفي القاهرة، لقاء اليوم بين وزير الخارجية المصرية سامح شكري ورئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض هادي البحرة لمتابعة الأوضاع على الساحة السورية والاستطلاع الجهود وإمكاناتها من أجل الوصول إلى حل للأزمة السورية وهي في عامها الرابع. من جهة ثانية، في القاهرة تمكنت الشرطة المصرية من قتل عنصرين من جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة. نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية صورا نقلتها عن تويتر وقالت إنه محسوب على الحرس الثوري الإيراني، تعود لجنود من الحرس الثوري بأوجه مغطاة وهم على الحدود مع إسرائيل. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن التغريدة التي أرفقت بالصور والتي نشرت بتاريخ 25 كانون الأول تؤكد أن جنود الحرس الثوري باتوا على الحدود مع فلسطين المحتلة وفق ما جاء فيها حرفيا. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الصور نفسها كانت قد نشرت في 17 من كانون الأول على مدونة محسوبة على الجيش الإيراني، ولكن مع صور وجوه الجنود واضحة للعيان. وقد زعمت المدونة وقتها أن الصور أخذت في جنوب لبنان ومنطقة البقاع وبعلبك، ولفتت إلى أن الصور مأخوذة بتاريخ 24 تشرين الأول كما يظهر بوضوح على الصور التي وضعت على المدونة. بعد الإعلان عن متابعة الملك الأردني عبد الله الثاني شخصيا لقضية الطيار الأسير لدى تنظيم داعش، بات خيار إعدام الطيار مستبعدا. فقد أوضح القيادي في التيار السلفي الجهادي في الأردن أبو سياف أن تنظيم داعش يطالب بمبادرة الطيار بمعتقلة في السجون الأردنية ساجدة ريشاوي التي اعتقلتها السلطات الأردنية أثناء تنفيذها مهمة كلفها بها أبو مصعب الزرقاوي وأحد مساعدي الزرقاوي المعتقل في السجون الأردنية زياد الكربولي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.